هذا كاول الحمد لله الشكر لله على التاهلات ضد المنتخب الايراني كيف ما شفتوا المنتخب اللي صعيب وصعيب بزاف الحمد لله بالاكسبيريونس ديال اللعابه والتعليم ديال السي هشام ديال بقينا في المقابله حتى اخر دقيقه الحمد لله الدراري كانوا اليوم مورال مزيان وبالنسبه لينا حنا الحمد لله يلا بس عندنا المنافسه منافسه كاس العالم كما كتعرفوا ما كاينش شي مقابله سهله وان شاء الله باقي الخير قدام المقابله اللي جات المنتخب البرازيلي لا صراحة كما كتشوفوا المنتخب الايراني نورمالمون ملي كنا رابحين 4-1 ما عنده ما يخسر فلهذا الشو شاف لاطاك بكل ما قوة الحمد لله حنايا كاينه نورمالمون مركزين حنايا المقابله كتسال حتى كيصفر الحكم الحمد لله هذا هو اللي اهم عندنا الحمد لله استطعنا اننا نحقوا الفوز في هذه المقابله كانت صعبه كنا عارفين بان المباراة تصعب كل ما ماركينا تنسنا وردة الفعل ديال المنتخب الإيراني والحمد لله استطعنا أننا نحافظوا على النتيجة حتى نهاية المقابلة والحمد لله كان هذا الفوز للجمهور المغربي ومازال تابعنا مباراة إن شاء الله ضد المنتخب البرازيلي إن شاء الله. كيفاش عشتوا الثمانية الأخيرة من المباراة الواقعة اللي وقعت الرجوع الميدان وضرب الخطأ كيفاش عشتوها؟ صراحة فوت أنا اللي درته كان خصني نديكاجي البالون حيت ما بقاش الوقت باين ما كنتش عارف بأنها باقا 3 ثواني والحمد لله يعني الحمد لله غنداركوا الاخطاء اللي درنا في هذه المقابله باش لا حد المنتخب البرازيلي منتخب قوي وخصنا نسيروا المقابله كما سيرنا اليوم ضد المنتخب الايراني الحمد لله رغم ان المنتخب الايراني كان تيفكر في المنتخب البرازيلي وحنا هادشي حطيناه في عين الاعتبار بان المنتخب الايراني تيفكر يعني قلنا خصو يدوز المنتخب المغربي بعدا عادي يشوف البرازيل والحمد لله الدراري كانوا رجال اليوم واستطعنا نطبقوا التعليمات ديال السي هشام بكيك والحمد لله كان هذا الفوز للجمهور المغربي. سفيان المنتخب الوطني احيى اللاعب كل مباراه اليوم شفنا صحيه اللاعب جوهر المزيد. والصراحه ما عرفتش هاد الاصابات منين جات كل ماتش كنخسروا لعاب ولينا خايفين ان شاء الله نزيدو نتأهلو ونزيدو نخسرو لعب اخرين ولكن ان شاء الله زعما الحمد لله استطعنا اننا نسيروا المقابله برغم قله عدد ديال اللاعبين الحمد لله كوتش عرف يجري المباراه وان شاء الله التوفيق ان شاء الله في المقابله. بارك الله فيك واش نقول لك كما قلت السيد قبل منكم راه حنا ربحنا باليقين ديال الله كما شفت هذيك ديميتر الاخرى راه ضربات في برا وخرجات راه ما خصها تصفر كاع اصلا ولكن الحكام بغاو يصفروا هذيك بعدا ماشي هو المشكل دابا درجه غاديين والحمد لله حنا ثلاث سنين وحنا كنتسناو هذا الماتش ضد البرازيل اللي فات الماتش الاولين ديال الجروب تلعبوا وتربحوا بحال قلتي حنا غادي الماتش على ماتش شنو نقول لك حنا كنحمد ربي سبحانه وتعالى كنشكروا المغاربه كاملين والدينا وعائلتنا على الدعاء اللي ديما كيديروا في كل صلاه وكما قلت لك ثلاث سنين وحنا كنتسناو هذا الماتش ضد البرازيل. انس اليوم المستوى الحقيقي ديال انس العيان فهمتي نفس المقابله بارك الله فيك اش نقول لك حنايا كاملين مضروبين وراجعين بشويه باش توصل هذيك لافريشور هنايا في هذا الماتش ضد البرازيل.